السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك عليكم كلكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وتستمتعوا بهذا اليوم الجميل مع عائلتكم وذويكم إن شاء الله، وتطلعوا من تيك توك شوية طيب. لأنه صراحة أحيانا الواحد يعني ينسى أهله واللي في بيته بوجود التيك توك والسوشيال ميديا وكذا، فلا نقع في هذه الجريمة الكبيرة صراحة، لأنه أهالينا أولى بهذا الحب وهذا الاعتناء. سووا لكم أكلة حلوة واجلسوا مع بعض وسولفوا واحكوا حكايات واضحكوا مع بعض واطلعوا شوية من السوشيال ميديا صراحة. هذه نصيحتي لكم إن شاء الله، ولا تنسون تقرون سورة الكهف وصلاة على النبي اليوم إن شاء الله عشان ربي يكفينا همومنا ويرفع عنا هالبلاء إن شاء الله. ودعواتكم لي ولعائلتي يا رب العالمين بالصحة والسلامة والعافية، وكل شيء نتمناه يا رب إن شاء الله يتحقق لنا إياه بهذه الجمعة المباركة يا رب إن شاء الله. السلام عليكم.